كنشكركم على تعليقاتكم وعلى المشاركة ديالكم والبارتاج، كنشكر كذلك على اقتراحاتكم وتعليقاتكم. فدائما نطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لإعانتنا ودعمنا للمواصلة أكثر. اليوم غنديروا أغنية من أغاني الراي الرائعة، وهي أغنية وهرا وهرا للفنان شاب خالد، فبقوا معنا. أولا أغنية وهرا وهرا للفنان شاب خالد تقوم على مقام حجاز على الري، حجاز على الري أو حجاز على الله أو على الصول، يعني حسب الطبقة الصوتية لكل مغني. فأنا اخترت حجاز على الري. حجاز على الري هكذا. والحجاز على الري في السلم الموسيقي السي بيمول والمي بيمول والفا دياز، السي بيمول والمي بيمول والفا دياز. نأخذ إيقاع وهرا وهرا أو مثل بختة، إيقاع بختة على سرعة 88، ثم نبدأ المقدمة. المقدمة تبدأ من دو دو غي دو دو غي، ثم من فا دياز فا فا صول فا فا صول فا صول لا صول فا مي غي دو غي. وعلى بطء الآن نغني المقطع الأول. الآن طبعا جميع الأغنية كاملة يعني ستبقى غادا في هذا النمط، أغنية كاملة كتبقى غادا في هذا النمط، يعني نعاودو ونعملو مقطع آخر. وصيتاني يا عالم طبعاً. كانت هذه فكرة مختصرة عن أغنية وهران وهران، تتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.